ألقت أزمة الصين الاقتصادية التي تملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة العالمية في العام 2009 بظلالهما على أسواق المال العربية والخليجية ومن بينها بورصة عمان التي أغلقت اليوم على انخفاض كبير. ففي بورصة عمان طرأ انخفاض كبير في مؤشر أسعار الأسهم وبنسبة 1.11% في نهاية جلسة اليوم، رغم أنه شهد اليوم أكبر صفقة شراء أسهم إحدى الشركات بقرابة 5 ملايين سهم والتي رفعت حجم التداول. عضو مجلس إدارة بورصة عمان نزار الطاهر قال لنشرتنا إن تراجع أداء بورصة عمان اليوم كان مفاجئا، حيث لا يوجد سبب جوهري للانخفاض، معللا ما حدث اليوم بالامتثال إلى ما حدث في الأسواق العربية والخليجية حيث تأثرت البورصة نفسيا بذلك. وأضاف أن الأسواق المالية في الدول العربية تشعر بحالة قلق في ظل وجود إشاعات تنذر بأزمة مالية عالمية جديدة مصدرها الصين التي تواجه تباطؤا في الاقتصاد في النمو الاقتصادي وتراجعا في أسعار الوان، إضافة إلى المخاوف من تراجع أسعار النفط.